إذا كان من تتحدث عنه أو تدعوه إلى مثل هذه القنوات وعلى مثل هذا المستوى والالتزامات هو من ينقض وعوده ومن ينقض مواثيقه، فلا نستطيع أن نتقبل فيما بعد على أن تكون هناك أيضا أي بادرة أخرى لإعادة سوريا ما لم يلتزم بما سبق الالتزام به، وإلا لن تعود الأمور كما كانت. ولم يعد هناك من ثقة في الشارع العربي والشارع السعودي، لم يعد هناك من ثقة من المواطنين من الإعلام، وأنا أحد الإعلاميين، لم يعد هناك ثقة في النظام السوري، لأن النظام السوري مختطف من طهران ومن حزب الله.